ورجعنا مرة تانية لحضراتكم بعد الاستراحة. دلوقتي هنبدأ في سلطة محببة لينا برضو، هي سيزر سلد. هي طبعا بتتعمل بالخس العادي بتاعنا البلدي، لكن أنا بما أني بقى موجود عندي خس كابوتشي فأنا هستخدمه. تعالوا نقول المقادير كده مع بعض. طبعا في الدريسنج بتاعها الأنشوجة هي من الأساسيات، لكن احنا نقدر لو مش بنحبها ما نحطهاش. أنا حطيتها علشان تتعمل صح يعني، لكن تقدروا تستغنوا عنها طبعا. طيب عندي السيزر سلاد، عندي خس، وعندي توست بني مكعبات حمصته في الفرن، عندي كمان جبنة بارميزان هاخد منها شرايح البارميجانو دي، وعندي صدور دجاج مشوية هاخد صدر فرخة مشوي وزيت، وعندي زيتون اسود مخلي وده اختياري يعني. الدريسنج طبعا هحط علبة من الزبادي اللايت، هحط كمان 2 معلقة كبيرة من المايونيز اللايت، عندي معلقة كبيرة من الثوم المفروم ناعم، معلقة من خل التفاح، معلقة صغيرة عسل أبيض، معلقة كبيرة من الأنشوجة المهروسة، ملح وفلفل، طبعا زيت زيتون. طيب أنا أول حاجة هعملها أن أنا هتبل الفراخ اللي هي هشويها. هاخد كده صدر فرخة وإيه وأشويه على النار عشان أقطعه قطع وأقدمه مع السيزر سلد. فأنا هاخد كده بالظبط، هاخد بس من هنا ده أوكي، بصوا كده هاخد الصدر والدجاجة ممكن بقى أنا أخده على نصين كده عشان أعمله على قطعتين. هاخد رشة كده من الملح والفلفل، والفلفل كده، وهاخد رشة زيت زيتون، عايزة أقول لكم هي جميلة، صدور الدجاج برضو مفيدة للعظام. بصوا بسم الله فيها فيتامين د، بتساعد كمان الجسم إنه يمتص الكالسيوم كويس. رشة زعتر كده ممكن، مش هلمسها إلا لما هي تعمل أيوة فريم كده وتتهز معايا بسهولة في الطاسة علشان ما جرحش الجلد بتاعها. الورك طبعا معروف ان هو بيبقى فيه دهون اكتر من الصدر. بصوا كده نشوي كده شويه حلوه، نحط برده رشه الزعتر، اي منكه انتوا حابينه او روزماري كده. الورك بيبقى قطر طبعا، الصدر بيبقى شويه يعني جاف في سنه، بس طبعا احنا نقدر نعمله في التسوية بحيث انه يبقى برضو ما هواش جاف بدرجة كبيرة. هفضل اقلب كده من الناحية دي للناحية التانية لحد ما تستوي تماما اهو. نقدر بقى بعد التشويحتين دول لو انتوا حطيتوا عندكم شمر مثلا، شمر ممكن نحط كام بذرة او من حبوب الشمر، وبعد ما تاخد الفريم ده ندخلها الفرن تقعد 10 دقايق ربع ساعه، تطلع الفراخ تقطعوها زي الديك الرومي بالظبط، رائعه وبتبقى طعمها جميل وخفيفه وبسيطه وتتحط على اي وصفه حضراتكم حابينها. انا بس بتابعها شويه عشان هي الاساس فيها ده، وبعدين هبدا اجهز الطبق اللي هنقدم فيه السيزر سلاد. ممكن نقدمها هنا، والله الطبق ده جميل عجبني. بسم الله هقلع بس بقى الجلافزات مكان الدجاج وناخد غيرها كده. بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ في السيزر. هناخد الوحدات الخاص زي ما انتوا عايزين، خاص ده اهم حاجة. عايزين بقى تقطعوه كده قطع، المهم يتاكل بالشوكه يعني، تبقاش حتت كبيره، تبقى حتت صغيره علشان يتاكل كويس بالشوكه. ها كده شايفين ازاي. الصيف بقى بيحب الحاجات اللطيفه دي،
شايفين الفراخ شغاله تمام كده. وهنبدا بقى هاخد الاول بوله صغننه اعمل فيها الدريسنج ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد للدريسنج الزبادي، طبعا مهم جدا لتقويه العظام والاسنان وبيساعد في فقدان الوزن كتير، ما ينزل اللايت. هنقلب معاهم الثوم، اللي عايز يحط ثوم باودر مفيش مشكله، كتروش الثوم بقى حاجه بسيطه قوي. تقدروا كمان لو عايزين تستخدموه طبيعي استخدموه زي ما انا عملته كده، بس يعني تصفوه من مصفى. ادي الانشوجه، صوص الانشوجه ده بيدي طعم كده وتيست حل، اللي يحب طبعا مش عايز يستغنى عنها. فيها اوميجا 3 وفيتامين بي مهمه جدا لضغط الدم، معلقه عسل بتساعد على صحه القلب، بتحمي من الكانسر والسم. عايزه اقول لكم هي كمان ملهاش اضرار كتير، يعني الانشوجه لان هي غالبا بتتعمل في الميه بملح بس. بصوا كده ده الدريسنج. ممكن بقى نحط نقطه عصير ليمون، دي بقى تعزز كده فيتامين سي الاصلي بتاعنا. ليمونه كده حلوه، رشه ملح، رشه فلفل، شايفين كده. جبت بقى العيش التوست، عملت الكراتان اللي هو الايه العيش المحمص اللي حضراتكم شفتوه. عايزه اقول لكم نقطه من زيت الزيتون او سبته يتحمص من غير اي ماده دهنيه. عايزه اقول لكم التوست البني ده كمان رائع لانه بيحسس بالشبع، بيملى البطن، بيمد الجسم بطاقه، ومهم للجهاز الهضمي لانه فيه زنك ومغنيسيوم وفيه نسبه الياف حلوه. بصوا بقى شايفين الجمال كده الدجاج. خليني بقى انا كده جهزت كل الحاجات، وادي الدريسنج. اللي عايز بقى يضيف زيتون يضيف. بصوا بقى هاخد الاول القطع التشيكن الحلوه دي، لازم بقى تتغطى شويه، عارفين ليه؟ عشان السوائل اللي فيها نحافظ عليها، مهمه قوي ان يعني لما نطلع حاجه فيها لحمه او فراخ او حاجه من الفرن لازم تتساب على الاقل ربع ساعه ترتاح عشان السوائل اللي فيها ترجع تبقى موجوده تاني. بصوا كده، وهبدا اخد قطع الدجاج. واو، شايفين ازاي؟ واحدة في النص. اهي. تعالوا بقى هناخد كام واحدة زيتون كده خفيفة. مش كتير. خلاص. وبعدين العيش الكراتون ده. العيش التوست البني محمصينه في الفرن. عايزين تدلوله بقى مسحة زيت زيتون معاها توم باودر، بصل باودر، ماشي للطعم اللي يريح حضراتكم. اهو تنفع بقى الواحد اللي عنده تمرين ياكل حاجة كده جميلة تدعم، الحقيقة رائعة. وهاخد من الصوص اللي اتفقنا عليه. كده. وتعالوا بقى نحط كمان من شرائح الجبنة البارميجانو على الطبق الرائع ده. كده. تعالوا بقى كده
الحاجات دي تخينه شويه، خليني اقطعها شرايح. طيب رفيعه، المفروض تبقى شرايح ارفع، بس عادي جدا. لا انا عايزه احطها بقى ايه كده، شرايح كده كده. هي بتيجي بالشرايح السلايدز الخفيفه الرفيعه بتاعتها الجميله دي. الجبنة البارميجان، بارميجانو أوريجيانو، شايفين الجمال اهي بس كده. ودي احلى، يا سلام، تسلموا يا روح قلبي. ونقدم بقى السيزر سلاد ويلا بينا. خد السيزر هنا، وطبعا هنشيل دول. احتفظوا بقى بالجبنه البارميجانو دي في الفريزر، ما تسيبوهاش في الثلاجه علشان تبقى جديده. احنا بقى ممكن نستسمح حضراتكم، نطلع على البريك ونرجع نستكمل وصفتين لطاف جدا فيهم بقى البتنجان. لازم نعمل بتنجان مصري، نشوف بقى هنعمل ايه بعد الاستراحه، في انتظار حضراتكم.